يا على قطاطا، ليش دخلت لفتحت الباب؟ يا على قامتي لا تاخذني اخي، الله وكيلك ما افتكرتك مكسور. تفضلي اختي، تفضلي تفضلي. وهي حادخل برجلي اليمين. يا دخيلك لا تاخذني يا اخي، داخل عندك حفيانه. شنو في قدام باب بنايتكم طابوس الطين؟ هل دعست فيها قامت وسخت اندرتي؟ شوف حطيتها بالكيس مشان يي دستور. دفرتن على المدرسه هلا بتتاخروا. يا فارط الطحين اه يا مي من تحت تمن. من هون المطبخ اختي، من هون على ايدك شمال. ايه بعرف بعرف، يعني قامتي قصدي لك انه داخله كثير على بيوت مثل بيوتك، بعرف انه هون المطبخ، بعرف انه هنيك غرف النوم. هيك مطبخكم قايم قاعد على عيوني، بعدين السفره ليش ما نكون لامينا؟ المرأة قصدي اختي اللي كان عم تعيش فينا اليوم وقعت على ظهرها. على عيونا يو، ان شاء الله ريت ظهري ولا ظهرها. يا اخي اخي الله يخليك، اذا بتريد يا ريت تهوينا. شنو انا ما بحب يكون في رجال بالمطبخ انا عم بشتغل، لانه متعوده شمخ. راحتك اختي، راح اطلع راح اطلع، بس من بعد ما بتنظفي المطبخ وبترتبيه بدك تطبخين لها. يو بعرف بعرف لك اخي، قصدي يعني ابنك صبحي الله يخلي لك يا قال لي شو لازم قفت لك اخذك على غرفتك. طيب ما بدك تعرفي بدك تطبخين لها؟ ايوه ايه بدها الزكاه، بروح على هالبراد بشوف شو في. ما شاء الله خير الله كثير عندكم، بعمل لك اياها مفاجاه اخي. ايه ماشي الحال، انا رايح على غرفتي من هون، من هون غرفتي على ايدك الشمال. هيك ايه بعرف بعرف. قصدي ما قلت لك اني فايت على بيوت كثير مثل بيوتك، وبعرف تماما وين اوضه النوم. خليني اخذك وارفعك وحطك على تختك. لا 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 انا بحط حالي، بس انت ديري بالك على البيت. لا ايوه رجعنا لهالكلام، عن جد انا امينه ما قلت لك. بعدين ابنك صبحي يا لطيف، سلم مري سلم مري سلم مري، رايح جاي لعند مني. استاذ عزمي الله يخليه خليني ارفعك وحطك على تختك. لك لا انا بحط حالي. الو مرحبا. الحايك شلونك اخي؟ عندكم فاصوليا خضراء؟ اي كثير منيح الله يخليك، بدنا تبعث لنا 7 وجبات. اي غيره اي سلطه، بس وينها؟ الله يخليك ما عندك غير وجبه اخي؟ ماشي نحن مدبر حالنا ولا يهمك. بدي اياهم تقريبا الساعه 12:30. اي بس اذا سمحت انا ما حقدر اجي اخذهم، بدي اياك تبعث لي اياهم انت من عندك. بعرف 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 يا حبيبي، بعرف ما بتدو طلبات، بس انا ما في غير الرجال بالبيت، بعدين انا بعيد عنك عاجز. اي 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 نقول عنوان شلون؟ اي اذا في شوربة بعد كمان كتر خيرك. اي نقول عنوان. لك يا اخي ليش عم تعمل فيني؟ ما قلت لك انا بكون مكشفه لما بكون عم بشتغل؟ شو هو ما كم نتخذ؟ شو هو ما؟ ايه ما خبرتيني شو بدك تطبخي؟ قلت لحالي اجي اسالك شو عم تطبخي؟ العيد براد بالفاصوليه، قلت اطبخها. ايه منيح الاولاد بيحبوها كثير. ايه بعرف انه اولاد، بعرف انه اولادك بيحبوا، قصدي بعرف انه كل الاولاد بيحبوها. يا ريت صبحي معنا على الغدا. بحب الفاصوليه كثير. أنا عم ترد عند رفيقه. يا لطاطا ليش هيك عم تطلع فيني يا اخي؟ بدكم مستشبه علي؟ لا لا معناتها زبطي. شو هاي؟ طبخه زبطي.
اخي انا كمان بتمنى يكون صبحي معنا، بس الي عندك طلب صغير الله يخلي لي اياك، بتمنى ما تبرخني. يا ريت تفوت على اوضتك وما عاد تطلع منه، لاني بدي امسح، ولما انا بمسح بزمخ. وليش؟ إذا ما بكرهك النسوان يا عزمي ما بيكون اسمي صبحي. خليك بقوتك احسن، بس اخلص صدف ونسح وكنازه بتطلع لبرا. بعدين اذا خايف على الاغراض اطمن اخي، السيد صبحي بيعرف بيتي والامان بالله. بتريد شي؟ بس اختي ما تخونك شي، ما في وجوهك، بس يعني بدك اعتزل شي؟ ما في مجال منوب، ما في طلعه غير على البيبي. اذا بدك تروح على البيبي دق لي الباب. ايه حبيبي. أهلين أبو حمدي. لا تقلي اتصلت قبل هلا، بزعل منك. ها ايوه. ايه طمني أبو حمدي، شو طلع بالصورة؟ لسه ما طلعت عم تستنوها؟ ايه أبو حمدي، شلونها شكرية؟ قاعدة هي والدكتورة مع بعضهم لحالهم؟ قلت لي قاعدة؟ يعني ما بها شي؟ ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا 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 تجي اليوم، خليها ترتاح. حاكم في عنا وحده جابها صبحي عم تطبخ لنا اليوم. ايه حلوه حلوه بس شرسه. اي والله قافلي علي باب الغرفه، قصدي انا قاعد بالغرفه لحالي. ايه كمان لا تخليها تشتغل بالبيت. بعرف بعرف اختي وبعرفها ما بتقدر تقعد بدون شغل. يا ابو حمدي امتى رح تطلعوا على البيت؟ لا تطلع الصورة؟ ايه على خير على خير ان شاء الله. مالي مستعجل يا ابو حمدي، افتكرتك انت اللي مستعجل. ايه احكي صهري احكي ولو احكي. يا لطيف هي طلب الغسل والمسح والكنس والشطف. ايه عضلت رجلي. ايه العمى والله تعالي يا شغلي مو سهله، الله يعين النسوان ما احلى الدراسه. ايه شو هالقطافه والزرافه والنظافه والريحه بتاخذ العقل يا صبحي. ان شاء الله بتمسك الرمل بيقلب ذهب، والهي بيبعت لك وحده حلوه مثل حكايتي. قولي الرب يصل الغدا. عم تحكي على التليفون يا عزمي؟ شو عليه؟ ما بيكون اسمي صبحي اذا ما بكرهك ريحة النسوان. يا اخي عزمي شو نمت؟ لا عم بحكي على التليفون، ليش في شيء؟ لا بس بدي ادخل لعندك شوي، بس اذا ما تظلت دير على سيفك. فوتي اختي فوتي. لك اخي يا على هالشي، لك ما قلتلك تقلب على سيفك. لك اخي ليش هيك عم تعمل فيني؟ على امتى؟ يه يه حاخذ كرسي وروح اغسل لك اياه شوي برا. لحظه ابو حمدي لحظه، الكرسي نظيف. انا ما بحب اترك شي بلا ما انظفه، لا تتدخل بشغلي. رجعت قفلتي الباب؟ ايه اخي ايه قفلته وبعرفك، بدك تطلع وتبسبس علي. عليكي شو بسبس ولا بسبس؟ اخي بدك تعمل بيبي؟ لا خلص خليك عندها. قولي صارت 12 على عيونكم عيونكم.
ما عدنا بينا ما يغير في الكالة. بيأمرني الله على هالليلة. شو هي هون بيت عزمية؟ ايه هون بيت عزمية. ليش عم تعلي صوتك؟ اللي بيسمعوك الجيران. انا لحالي بالبيت. الا فوت لك ياهو لك يا بنيك بحلم الهي على هالمنظر. حطهم بحرجي. ابو عم تستعطي قديش حق انا دا؟ 950 ليرة ليك الفاتورة مخروزة. سال هاي 1000 ورقة بدي معها 50. بكاتك رجع لي اياها على قدي. كان معي 50. لا دور مني. يلا خلي لك يا هون بخشيش حبيبي. الله معك. ليه كل ما عدت بينا بيغير بالكلام. انا عايز اراك حالا. عزايب ونسوان لك وهذا مكسوره رجله هيك. لو كان صاغ شو بيساوي؟ الله يرحمك يا أمي. قديش كانت مرتش لك صغيرة. اللي جابها صبحي قال خايفة على حالها قفلت علي الباب. وين الكرسي تبعك؟ اخذته قال تنظفه. روفت هي روجي بلي اياه. بس قبل ما ادخل على المطبخ نقل الباب لتكون مكشفة. بعدين بتقول لك بيعر على عينك. ولك ربحي لك هيئتها نظايفية وامينة. اذا اجرتها مو غالية
راح خليها تيجي لعنا بالاسبوع يومين ثلاثه بركي من رايحه عمته. انا من انت؟ انا فتوح. طب انت انت رجعت حبيبي دخلت تاخذني. خد نفس ارخي كمان خد نفس ارخي. ذكرت شيء يعني؟ هات لك بوسه. ايه ما قلت لي شو بدك؟ كرسي بابا. كرسي بابا؟ ايه لحظه شوي. تفضل حبيبي. ذكرني شو كان اسمها؟ فتحي. كمان طز. يلا يا ولاد روحوا غيروا اواعيكم والحقوني على الغدا لنشوف طبخه شلون. لا تاخروا. عم هنيه شلون شفت حلوين؟ ما شفت شي منه كله اسود باسود. يا عيني عليك يا صبوح يا هيك النسوان يا بلا. بس بتقول طز؟ اوه يا حبشو يا صحة وهنا إلهي. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يوقف يعمر ويبني. لك أختي عادكني معنا يسدب إيديك على هالفاصولية الظريفة ولا شوربة العدس بتطير العقل. بحياتي ما دقت منها غير عند الحايك. أنا حبيتها كتير. لك أختي عادي طباخ السم بدوق منه ما بصير هيك. لا أخي أنا حالفة ما أقعد مع رجال إلا مع زوزي على الأكل. بأكله إن شاء الله صحة وهنا. بس كمي لحالك صحة وكلي على طرف. إيه إيه هلأ لا تخلصوا أنا بأكل كله إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك يا خالي ما قدرت أطفي من هالأكل أبدا. بس مقلل اللحمة ما إيه أنا ما بحب كتر لحمة حرام. رح أحط لكم إبريق الشاي على النار. كأنك بتعرفي عاداتنا. وأنا عم بقول هيك كأنك عايشة معنا. بابا مو كأنه ماما كان عندها شحاطة مثل هاي. الله يرحمك يا أم صبحي. يي يي تعيش. لا يو شو كم بدي أقول يي أخي أنا هاي جايبتها شحاطة من ناح سوق الخيل من الزرابلية. دايتين بيكون الشاي جاهز يعني على عيوني. لك اختي مو حلوه هيك تروحي بدون ما تاكلي. معلش يا اخي معلش مره ثانيه ان شاء الله تاخرت هلا بيكون زوزي محرقاص. ايه امري لي اختي قديش بدك؟ 50 ورقه. ليش هيك مستغربين وعم طلعوا ببعض اخي؟ حاكم انا عم بشتغل بالبيوت ندر من يوم ما ربي طعمني هالصبي سميته فتحي. بلشوا اسمك بيقول لي فتحي قالوا طز. الله يخلي لك يا بس يعني مو قليل. اخي ليش انت هيك حشري؟ انا هيك رضيانه. ايه مثل ما بدك اختي. اختي يعني إذا بالإمكان مرني عندنا بالأسبوع يومين ثلاثة يكتر خيرك. بس تختخدي مثل العالم ها؟ إن شاء الله أخي إن شاء الله. أنت على كل حال بعت ابنك صبحي لعندي. هو بيعرف البيت حاكم سري مري رايح لعندي ونشيط ما شاء الله. يا ريته كان هون بس معزوم على الغدا. حاكم هو بيحب الفاصولية كتير. شوف أخي هل كيس فاضي ما في شيء وإذا بدك تنبشني تنبشني. روحي أختي الله يستر عليك. روحي خدي هاي الخمسين ليرة. قوم يا ابني قوم. قوم وصلها على الباب. قوم. لا يمين بعظم ما حدا بيقوم من محله. بس ما تعرفت على اسمها؟ ربحي. وحضرتها؟ ما حقلك فتحي. ايه تصحيح.